ليش مغيرين لون الشبابيك؟ ليش مغيرين لون الشبابيك؟ أي شبابيك؟ شبابيك الأوتيل عاملين لون سود بقمته القلب كانوا حمر بفرفحوا كل عمره سود. لا ولو كيف طول عمره سود؟ بدك تعلميني على أوتيل السعادة وأنا مقضي شهر العسل فيه. زبون قديم معناته. معلوم. تفضل. هاي هاي صورتي يوم عرسي على باب الأوتيل وقتها كان 9 شباط 1958. قعدنا 3 أيام هون شهر العسل وبعدين أخذت عروستي ورحنا على الشام. مرتي من عندكم. هالصورة بالأبيض والأسود شو مخليك متأكد إنه كانوا حمر؟ يا بنتي شهر العسل أحلى أيام العمر، مشان هيك الواحد بيتذكر تفاصيلها طول العمر. كانوا حمر. وفاء بتحب الأحمر. ومين هالبصورة معك؟ يوم عرسي وحدة لابسة أبيض وحاملة بإيدها شملة ورد ومعنقشتني. مين بدها تكون المأذون؟ بعرف عم امزح معك. الله يخليكم لبعض. عطتك عمرها من 7 سنين. زعلتنا.
لما كانت مريضة وعدتها أنه إذا صحت جيبها أوتيل السعادة تتذكر الأيام الخوالي. الله ما كتب لها عذر، بس أنا حبيت أوفي بالوعد يعني. لذلك يا بنتي الله يرضى عليك، إذا ألي خاطر عندك تعطيني الأوضة 103 أول طابق قابل الدرج تمام. لحظة تشوف علي حجز، بس تكرم عينك رح انقلهم على غير غرفة واعطيك اياها. كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. الباسبور او الهوية اذا بتسمح. لا تفضلي. في جواته صورة. ايه هاتي لشوف. اي والله هدول اولادي. الله يخلي لك هن، كتار كأنه ستة بعيون الشيطان. كنت عم أرجيها للشباب اللي إجوا معي من الشام بالسيارة، الظاهر نسيتها بالباسبور. هذا ابني الأكبر البكر يعني، اسمه سامي، أكيد تعرفي. شو بده عرفني فيه؟ حبيبتي دقيقي منيح، له 30 سنة عايش عندكم هون بلبنان، ما شفتيه بشي نشرة أخبار، بشي مقابلة تلفزيونية، بشي اعتصام مشان الحرية؟ وجهه مش غريب علي. يا شفتي سياسي مهم عندكم هون بلبنان هو. صحيح ولسه ما صار مثل الزعماء اللي طالعين نازلين على التلفزيون عم يسبوا بعض، بس مو مطول يصير مثله. بس سألتيني مين اللي واقفة جنبه؟ ومين هي اللي واقفة جنبه؟ تفضل استاذ رامي، تفضل اطلع على بيتك. في شنطتين ورا السرير.